من ضمن الأسئلة، لو أنا مدرس ورتبت على الدفعة بتاعتي مع مرتبة الشرف، هل هيكون ليا أولوية في مدارس اللغات أو مدارس الدولية، ولا مش بيهتموا بإنك كنت من الأوائل ولا لأ؟ أغلب المدارس للأسف مش بتهتم بده، لأن الموضوع الحقيقة مش بيكون مرتبط غير بكفاءتك في التخصص ومدى تمكنك منها وكفاءتك في الشرح. الاتنين دول أكتر حاجة بيركزوا عليها، ومش معنى إنك طلعت من الأوائل إنك شاطر في التخصص بتاعك، لأنه في كتير بيبقى هو أوريدي عارف يقفل الامتحانات بطريقة ما بأخرى، لكن ما بيعرفش يوصل المعلومة ولا غير متمكن منها. فدي الحاجات، فمن ضمن الحاجات اللي بيركزوا عليها بتعرف تشرح ولا لأ، المادة العلمية اللي أنت شارحها صح ولا لأ، بتستخدم أنشطة كتير واللغة بتاعتك كويسة، لو بتتكلم لغة عربية أو لغة إنجليزية تعرف تنطق وتتكلم ولا لأ. من ضمن الحاجات قدرتك على توصيل المعلومة للطلبة، استخدام الأنشطة والوسائل التعليمية، مدى حسن سلوكك مع الطلاب وإزاي تقدر تسيطر عليهم بدون شدة أو عنف أو ضرب أو شخصيتي أصلا ضعيفة. فكل الحاجات دي من ضمن الحاجات التي يجب إنك تركز عليها، تنظيم وقت الحصة، الابتكار في الشرح، إنك دايما يكون عندك توصيل وتبسيط للمعلومة وضبط النفس، كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بيركزوا عليها. ولكن لا مانع برضك منك يكون مرتب على الدفعة، ان دي حاجة تذكرها في الانترفيو، ولكن ما تبقاش داخل انا مرتب على الدفعة يشغلوني على طول، لان ده في الغالب مش هيحصل.